يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله بحق السائلين، ذكرتم حفظكم الله أنه يصلح أن يكون إقساما بصفة من صفات الله، فهل فهمي صحيح أن ما هو بيصلح يا أخي؟ هذا هو المتعين، هو المتعين، ما له وجه غير هذا. أسألك بحق السائلين عليك، ما هو حق السائلين كذا بس، حق السائلين عليك، حق السائلين على الله أن يجيبهم، فهو حق أوجبه على نفسه وهو فعل من أفعاله، صفة من صفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لم يقل أسألك بحق السائلين وبس، قال بحق السائلين عليك. نعم.